هل يتكرر زلزال المغرب أو يحدث موجات تسونامي؟ وما هي المعلومات الجديدة حول نتائج الزلزال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتكرر مخاوف أهلنا في المغرب العربي من حدوث زلزال جديد بعد الزلزال المدمر السابق الذي قدرت قوته بسبع درجات على مقياس ريختر، والذي يعتبر الأقوى في البلاد منذ عام 1755. وقد ذكرت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أن الزلزال وقع على عمق 18.5 كيلومتر، ومركزه كان في جبال أطلس. أشار مسؤول في المعهد العالي للجيوفيزياء في المغرب بأن احتمالية وقوع زلزال آخر قائمة لكن بشكل قليل، وإذا حدثت لن تكون بنفس الشدة. وفي نفس الوقت فإن الهزات الارتدادية التي تتبع زلزال الحوز والتي سجلت أقواها 6 درجات على مقياس ريختر سوف تستمر خلال هذه الفترة، ولكن شدتها سوف تنقص بالتدريج حتى أنها لن تكون محسوسة سوى في المدن والقرى القريبة من مركز الزلزال الأساسي مثل مدينة مراكش. وبالنسبة لموجات تسونامي، فقد قال الدكتور الباحث المغربي في علم الجيولوجيا كمال أغروض بأن احتماليته قليلة نظرا لأن الزلزال تركز في القشرة الأرضية وليس في المحيط، فموجات تسونامي تحدث عادة بعد أن يكون مركز الزلزال في البحر أو المحيط. وبالنسبة إلى حصيلة الأضرار الناجمة عن هذه الكارثة، فقد ذكر التلفزيون الرسمي في المملكة المغربية بأن عدد الضحايا ارتفع إلى 1037 حتى ظهر اليوم، بالإضافة إلى 1240 مصابا، بينهم نحو 721 حالة خطيرة، والعدد ما زال مرشحا للازدياد خلال الساعات القادمة، حيث تعمل فرق الإنقاذ بأقصى طاقة ممكنة على انتشال العالقين تحت الركام بسبب الدمار الهائل الناتج عن الكارثة ووعورة التضاريس الجبلية في مركز الزلزال. هذا وقد أفاد رئيس الهلال الأحمر المغربي بأن الإصابات تتراوح بين الاختناق والنزيف والكسور، وناشد بضرورة تأمين الماء والغذاء والمأوى للسكان المنكوبين. وفي لفتة إنسانية، فتحت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات التي تنقل المساعدات إلى المغرب والتي تنقل الجرحى منه، وذلك على الرغم من الخلافات الحادة القائمة بين البلدين. وأطلقت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا تعزي فيه أسر الضحايا والشعب المغربي، كما قدمت الكثير من الدول العربية والغربية الأخرى بيانات تضامن مشابهة. بدورها أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير الخارجية بأنها مستعدة لتقديم أي دعم يحتاجه المغرب لتجاوز هذه المحنة الإنسانية. أمير دولة قطر وجه بإرسال فرق إنقاذ ومساعدات طبية عاجلة لدعم جهود الإغاثة في المغرب. الرئيس التركي عز في ضحايا زلزال المغرب قائلا: نقف إلى جانب أشقائنا المغاربة بكل إمكانياتنا في هذا اليوم العصيب. الخارجية المصرية قالت في بيان لها إن مصر تعرب عن بالغ تعازيها للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال المدمر. سلطان عمان أرسل برقية تعزية لملك المغرب قال فيها: نعرب عن خالص تعازينا وصادق مواساتنا لشعب المغرب وأسر الضحايا. الخارجية الإيرانية صرحت: نعرب عن أسفنا للزلزال المروع الذي ضرب المغرب وتعازينا لشعب وحكومة هذا البلد. الكرملين الروسي قال إن الرئيس بوتين يقدم تعازيه إلى الشعب المغربي الصديق بعد الزلزال. رئيس الوزراء الإسباني معزيا في ضحايا زلزال المغرب قال: نقف إلى جانب ضحايا هذه المأساة وعائلاتهم. رئيس المجلس الأوروبي صرح بأن الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لدعم المغرب في هذه اللحظات الصعبة. أما رئيس المفوضية الإفريقية فقد قال: نعرب عن تعازينا الحارة والصادقة لملك المغرب وشعبه
ولأسر ضحايا الزلزال. Un tremblement de terre. Ça, j'ai jamais vu ça. Là, on est dans le sud du Maroc et même à Casablanca. Une maison qui s'écroulait sur des gens. Qu'est-ce que c'est ? La maison qui s'écroulait. يا ربي يا ربي مزيان من عقب يا ربي يا ربي حفظنا يا ربي على سلامتنا على سلامتنا على سلامتنا على سلامتنا. خابي شمي هبط شويه 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 شنو هو موي عطل شوية زيدي عطل سربي شو يعني دراني عبد الحكيم اسمي فينا عطل وليد الزنزانة ما تخافش ما تخافش ما تخافش ما تخافش بعده بعده فينا ما دري اسمه حتى واحد ها؟ لا فينا نور هبطت نور نور هبطت شوف صافي راه فات 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 ام شويه